now though is not in her. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الدرس الثاني ديال استعمال الإشارات في الحساب النسبي، هنا كاع نسميوها الدعم الثانية. L'utilisation des signes dans le calcul relatif. اليوم غادي نشوفو الجداء، لا multiplication. قاعدة عامة، règle générale. ألف جداء عددان لهما نفس الإشارة. La multiplication de deux nombres de même signe. ما معنى نفس الإشارة؟ يعني كيمكن يكون عندنا مثلا عدد، إذا كان عندي عدد موجب مضروب في عدد موجب، كيعطيني عدد موجب. مثال example، إذا كان عندي مثلا زائد 5 في زائد 2 يساوي زائد 10، متفقين؟ دابا غادي نشوفو إذا كان عندنا جوج أعداد سالبة مضروبة ببعضياتها، حتى هما كيتسموا نفس الإشارة. عندي عدد سالب أن نومبر نيجاتيف مضروب في عدد سالب ملتيبيي بار أن نومبر نيجاتيف، إي نو دون أن نومبر بوزيتيف. دونك إذا كان عندي مثلا ناقص، مثال هاهو محتاجش نكتب كاع، مثال عندي ناقص 5 في ناقص 2 كيساوي زائد 10. دونك دائما ملي يكون عندنا جوج أعداد عندهم نفس الإشارة كتعطينا الحاصل كيكون موجب. دونك la multiplication de deux nombres de même signe nous donne un nombre positif. دابا غادي ننتقل لباء جداء عددان لهما إشارة مختلفة. la multiplication de deux nombres de signes différents. دونك إذا كان عندي مثلا عدد سالب مضروب في عدد موجب كيعطيني عدد سالب. دونك غادي نشوف جوج ديال الإشارات مختلفين غادي أوتوماتيكمون غادي يعطيني عدد سالب. سيتادير لا ملتيبليكاسيون دان نومبر نيجاتيف باغ نومبر بوزيتيف نو دون أن نومبر نيجاتيف، باغ إكزومبل موان 5 فوا بلوس 2 إيكال أن موان 10. أو بيان لا ملتيبليكاسيون دان نومبر بوزيتيف par un nombre négatif nous donne aussi un nombre négatif. C'est-à-dire, on a fait un exemple, un mythe. Il y a un dizaïd comme ça. Madroub, fnaqis et nan, kerti naïdan, naqis, achat. Plus 5 fois moins 2 nous donne moins 10. Il y a un daïman, il y a un nefs l'échara. زائد 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 مضروب في زائد كيعطيني زائد، أو ناقص مضروب في ناقص كيعطيني زائد. وإذا كانوا عندي إشارات مختلفة سواء كنا بدينا بناقص أو بدينا بزائد بحال فحال غادي يعطيونا الإشارة ديال الناقص. دونك لا ملتيبليكاسيون دو دو نومبر دو ميم سين نو دون توجور أن نومبر بوزيتيف، لا ملتيبليكاسيون دو دو نومبر دو سين ديفيرون نو دون أن نومبر نيجاتيف. غادي نشوفو واحد الحال. دابا غنشوفو الجداء ديال عدة أعداد لها نفس الإشارة. جداء عدة أعداد من نفس الإشارة. دونك C
La multiplication de plusieurs nombres de même signe. Voilà. غادي نشوفوا قبل ما نطرقوا لهذا المشكل هذا غنحتاجوا واحد جوج ديال المفردات. شنو هما؟ عدد زوجي وعدد فردي. نومبر بير و نومبر امبير. غادي نشرح لان هذه ضروريه نفهموها باش غادي نحتاجوا هذا. فوالا. شنو هو العدد الزوجي؟ عدد زوجي c'est-à-dire nombre pair هو اللي كيمشي عندنا جوج أربعة ستة ثمانية عشرة دائما كيمشي بجوج 12 إلى آخره. شوفوا عدد فردي nombre impair nombre impair كيمشي دائما للفرد واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعود حداش تلتاش إلى آخره. دونك خصني نفرق بين العدد الزوجي والعدد الفرد. الحالة الأولى من اللي كيكون عندي العدد الموجب هنا هي أعداد لها إشارة موجبة أو بوزيتيف بليزيوغ نومبر بوزيتيف سيتادير حنا كنتكلموا على ملتيبليكاسيون على الضرب باش نكونوا ثابتين شنو كنعملوا. يعني المقصود ضرب اعداد موجبه لها نفس الاشاره لا ملتيبليكاسيون دو بليزيور لا ملتيبليكاسيون دو بليزيور نومبر بوزيتيف. هنايا شوفوا غادي ديال جوج ديال الاعداد كنا عملناهم. شوفوا ديال ثلاثه ديال الاعداد مثلا اذا ضربت مثلا عندنا عدد موجب عدد موجب عدد موجب شحال عندي هاد الاعداد هنا واحد جوج ثلاثة ثلاثة راه فردي تلاحظوا مزيان ثلاثة فردي كتعطينا دائما موجب. علاش؟ لان الموجب في الموجب كيعطيني موجب وداك الموجب الاخر غادي يعطيني موجب دونك كتعطي دائما موجب. هنايا العدد ديال الاعداد راه فردي واحد جوج ثلاثة. دابا نشوفوا عندي عدد موجب مضروب في عدد موجب مضروب في عدد موجب مضروب في عدد موجب كيعطيني ايضا عدد موجب. انا نجربو نشوف موجب في موجب موجب وهذا الموجب في موجب موجب والموجب اللي غادي يعطيني هنايا مضروب في الموجب اللي غادي يعطيني موجب. دونك هنايا بالنسبه للموجب سواء كان فردي سواء كان العدد ديال الاعداد اللي كنضربهم بعضياتهم فردي او زوجي كيعطيني دائما موجب. مثال عندي مثلا غناخد زائد واحد في زائد ثلاثة في زائد اثنان يساوي زائد في زائد زائد وزائد في زائد زائد دونك كتعطيني دائما زائد كتعطيني زائد ستة. شوفوا خا هنا فردي عطاتني ستة. شوفوا زوجي في حال المثال اللي الفوق زائد واحد مضروب في زائد ثلاثة مضروب في زائد جوج مضروب في زائد عشرة. دونك هاد زائد في زائد غادي يعطيك زائد وهاد زائد في زائد غادي يعطيك زائد وهاد زائد في زائد غادي يعطيك زائد غادي كيعطينا زائد دونك غادي يعطينا زائد 60.
دونك دائما ملي كيكون الاعداد مجابه ضربهم بعضياتهم كيف ما بغاو يكونوا شحال ما كانوا، كان سواء العدد ديال الاعداد اللي كنضربهم بعضياتهم زوجي ام فردي دائما كيعطيني عدد مجاب. دابا غادي ننتقلوا ملي كتكون عندي الحاله ديال الاعداد السالبه، اعداد لها اشاره سالبه سيتادير plusieurs nombres plusieurs nombres négatifs plusieurs nombres négatifs نردو بعدنا. دابا اذا كان العدد الزوجي، اذا كان عدد الاعداد الزوجي كتختلف النتيجه ديالو اذا كان فردي، حنا غادي نجربو باش نخرجوا واحد القاعده عامه. دونك غنختار دابا، شفنا ملي كيكون عندنا جوج ديال الاعداد سالب سالب كيعطيك موجب. دابا غنشوفوا ثلاثه ديال الاعداد، عندنا سالب مضروب في سالب مضروب في سالب، شوفوا شنو غادي يعطينا. يلا ارا نعملوا عمليه، سالب في سالب قلنا شنو كيعطينا؟ كيعطينا موجب، وهذا الموجب غنضربو في هذا السالب. شنو دابا عاد شفنا ملي كيكونوا اشارتان مختلفتان كيعطينا سالب، دونك غادي يعطينا سالب ها هو. دونك نيجاتيف فوا نيجاتيف ينو دون بوزيتيف، سو بوزيتيف اون فالي ميتيبليي بار سو نيجاتيف يفا نو دوني ان نومبر نيجاتيف. هنايا هاد شحال الاعداد عندك؟ شوف لاحظ معايا، عندك واحد جوج ثلاثة، ثلاثة واش فردي ولا زوجي؟ فردي بطبيعة الحال. إذا عندي هنايا عدد الأعداد فردي لأن ثلاثة فردي. دابا غادي نشوفو هنايا عندنا سيتادير لو نومبر، غنشوف إذا كان عندنا نيجاتيف فوا ان نومبر نيجاتيف فوا ان نومبر نيجاتيف فوا ان نومبر نيجاتيف. انا شوفوا شنو غتعطينا الا نخرجوها. دونك نيجاتيف بار نيجاتيف كتعطينا ان نومبر بوزيتيف، اي سو نيجاتيف بار سو نيجاتيف لا نو دون اوسي ان نومبر بوزيتيف. لو بوزيتيف افيك لو بوزيتيف اش كيعطينا؟ كيعطينا بيان سور ان نومبر بوزيتيف. دونك هنايا شحال عندي؟ واحد جوج ثلاثة أربعة. دونك هنايا عدد الأعداد زوجي دونك أرا نشوفو هنايا نعملو مثلا دابا خمسة ديال الأعداد مضروب من بعضياتهم سالبة، نيجاتيف فوا أن نيجاتيف فوا أن نيجاتيف un nombre négatif fois un nombre négatif pardon maintenant 1 2 3 4 5 donc nous avons ici 5 nombres. Je vais vous montrer 5. Donc il y a le nombre est impair adad adad fardi. Donc là vous voyez fardi شنو غادي يعطيني؟ نيجاتيف بار نيجاتيف كيعطيني ان نومبر بوزيتيف، هاد لو نيجاتيف هذا بار لو نيجاتيف هذا غادي يعطينا ان نومبر بوزيتيف، هاد لو بوزيتيف مع هاد لو بوزيتيف غادي يعطينا ان نومبر بوزيتيف. اش كيبقى لي؟ كيبقى لي ان نيجاتيف. دونك هاد لو نيجاتيف هاد لو بوزيتيف مع هاد لو نيجاتيف غادي يعطينا بيان سور ان نومبر نيجاتيف. شوف قبيل كان فردي عطاني نيجاتيف، عاود دابا عندنا خمسة فردي عطانا نيجاتيف. أرا دابا نشوفو نختارو باش نقطعو الشك نهائيا ونخرجو بواحد القاعدة عامة. دونك دابا عندي هنايا فوالا أن نيجاتيف فوا نيجاتيف باردون فوا أن أوتر نيجاتيف فوا نيجاتيف فوا أن نومبر نيجاتيف. كنساو كنعمل واحد 1 2 3 4 5 فوا ان نومبر
négatif. Donc ici, nous avons combien de négatif? Bien sûr, nous avons 6. Et 6 est un nombre pair. Donc, le nombre des nombres, il y a un nombre pair, 6. Donc, à la chauffeur, c'est un libre. كعطيك موجب سالب في سالب كعطيك موجب وسالب في سالب كعطيك موجب موجب في موجب في موجب كعطينا بيان سور موجب دونك النتيجه اذا كان عندنا عدد الاعداد فردي دائما كيعطيك زائد C'est-à-dire, si le nombre des nombres est là, pardon, d'accord, l'adad ferdi qui a été que l'étudiant salive, bien sûr. Donc, d'accord, l'adad ferdi qui a été une adad immédiat. Salibre, c'est-à-dire si le nombre des nombres est un pair cartina, adad salib. Et dès qu'un adad, l'adad zaouji, cartina d'aïmel un nombre positif. Et dès qu'un le nombre des nombres est pair, كيعطينا نون بوزيتيف حنا غادي نعملو واحد التجربة هنا مثال اكزامبل عندي مثلا غادي نشوفو حنا غير واحد باش ما نضربوش ثمرة في الحساب ناقص في واحد في ناقص في واحد في ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد هنا باش نعرفوا النتيجه سالبه ولا موجبه غنحسبوا شحال ديال الناقص عندي غنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة واش هو زوجي ام فردي زوجي اذا زوجي غادي يعطيك نتيجه موجبه حتميا غنعمل زائد ديك الساعه نعمل الحساب ديالي واحد في واحد في واحد في واحد في واحد الى اخره كيعطيني واحد أنا دابا نشوف مثال آخر ناقص واحد في 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 ناقص واحد يساوي أنا دابا غنشوف شحال ديال الأعداد السالبة عندي أنا نشوف واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود فردي ولا زوجي بيان سيغ راه هو فردي أن بار دونك أن بار غادي يعطيني موان إذا غتعطيني هو الواحد تمني كنضربهم بعضياتهم كيعطيني واحد دونك دابا ما كنظنش غادي يبقى عندنا إشكال في الدار ديال الإعداد البعضيات سواء كانت كاملة سالبة أو لا كانت كاملة موجبة أو لا كانت شي سالب شي موجب غادي يبقى لنا المشكل في الاقواس اللي غادي نعملو في الفيديو الموالي هو مثلا اذا كان عندي مثلا ناقص جوج في مثلا ناقص ثلاثة زائد مثلا سبعة ناقص واحد ناقص خمسة زائد مثلا أربعة نفرضو مثلا قلك هاد أ قال لك أنشر واحسب هاي أنشر واحسب إذا كيفاش غادي نعمل النشر هنا كيفاش غادي نضرب الأعداد في بعضياتها دونك اللي غادي نشوفو إن شاء الله هادي في الحصة المقبلة بإذن الله تعالى وبركاته حظا موفق إن شاء الله